السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناة شمس الحياة. كنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة، وهي رولي بصدر الدجاج اللي كتجي رائعة ولذيذة بزاف، وبطريقة اللي سهلة بزاف وبسيطة، وكتبقى كنوع من التغيير أو طريقة جديدة باش نحضروا الصدر ديال الدجاج. كنتمنى تنال إعجاب ديالكم وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا معايا كيفاش كنحضروه. وقبل كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم باش الفيديو ديالنا يطلع يوصل لاكبر عدد من الناس. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا باي جديد. غنحتاجو في الشهيوه ديالنا ديال اليوم، عندي هنا قطع ديال الدجاج، صدر الدجاج او شرائح الدجاج اللي قطعتها على هذا الشكل. عندي شويه ديال داند فيمي اولا ديك الرومي المدخن، عندي شرائح من الفروماج مربع، عندي هنا القليل من الملح والفلفل الاسود، وعندي القليل من لا شابليغ اولا الخبز يابس. اول حاجه غنبدا بها، خديت شرائح ديال الدجاج اللي عندي وغنضربها بهذا الشكل. غنستعمل فقط الكاس باش مني كطيب كتجيني هشيشه وفتيه ورطبه. غنرش القليل من الملح والفلفل الاسود على القطع ديال الدجاج ديالي على هذا الشكل. غنحاول نرش عليها الملح من الجهتين. بعد ما كنكملهم كاملين كنبداو نوضع القطع ديال لا داند فيمي اولا بيبي المدخن. انا استعملت هنا اللي عندي منسم بالفلفل الاسود اولا البزار، يمكن لكم تستعملوا اللي بلاش. وكنبداو نوضع القطع ديال الجبن المربع على هذا الشكل، فنقسمها نحاول نقددها كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره، ونحاول نلفها اولا نلويها على هذا الشكل. غنمشي بنفس الطريقه مع القطع ديال الدجاج ديال الصدور ديال الدجاج ديالي كامله. خديت لا شابلور وغنبدا نرشها على القطع ديال الدجاج ديالي بهذا الشكل، كنحاول نقلب نرشها في جميع الجوانب كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره. انا هنا استعملت لا شابلور اللي عندي منسمه بالاعشاب، فهي كتجي رائعه ولذيذه بزاف، ويمكن لكم تستعملوا اي نوع متواجد عندكم. وغنمشي بنفس الطريقه مع جميع القطع ديال الدجاج ديالي. جبت هاد العويدات اللي كنستعملوهم في الشواء وغنوضعهم على هذا الشكل. غناخذ الجهه اللي غنسد بها القطعه ديالي على هذه الطريقه، بنفس الطريقه غنحاول نجمعها باش ما كتحلش ليا. كيف ما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل باش ما كتحلش ليا. نصوب معكم الثانيه. كنمشي بنفس الطريقه، المهم ان القطع ديالي ديال الدجاج ما تفتحش اولا ما تحلش. سبق لي وحضرت صدور ديال الدجاج اللي عمرتهم بالقرعه خضراء وبالجبن، فتا هي كتجي رائعه ولذيذه بزاف وبنينه. وسبق لي وحطيتها في القناه، نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. فكيف عارفين ان رمضان على الابواب، ودائما كنبغيو نغيروا في الوجبات ديالنا اولا في مائده الافطار ديالنا، فالطريقه حتى هي كتجي رائعه ولذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كناخذ واحد الموس اولا واحد السكين اللي يكون ماضي باش كيتقطعوا ليا بسرعه، وكنبدا نقسمهم اولا نقطعهم على ثلاثه كيف ما كتلاحظوا معايا، حتى كنحصل على ثلاثه د القطع. نزيد معكم الثانيه. ف
فمني كيكون السكين او الموس ماضي فهما كيتقطعوا معنا بسرعه وما كتخسرش لينا الحشوه اللي في الداخل. هذا هو الشكل ديالهم كيف كتلاحظوا معايا، وكنمشي بنفس الطريقه حتى كنكملهم كاملين. من بعد ما كملتهم كاملين فانا افضلت باش يكونوا جوج ديال القطع في العويد، جاوا على هذا الشكل حسن. غنحاول نزيد نغطيهم اولا نفندهم في لاشابلوغ ديالي حتى من الجهه اللي قطعت. فكيف ما كتلاحظوا معايا فكيجيو رائعين وزوينين بزاف سواء في المنظر اولا في الشكل ديالهم، وكيجي ولدادين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. من بعد ما كنوضعوا على الصينيه اللي غندخل الفرن اللي دهنت اللي فرشت فيها ورق الطبخ، وكيف ما ديما الا ما كانش متوفر كندهنوها بالقليل من الزيت. خديت هنايا زيت الزيتون وغمدا فحال ندهنها على هذا الشكل. غنوضع واحد الكميه لا باس بها. صافي وغندخلهم في الفران اللي سخنته من قبل على 180 درجه، شعلته من الفوق ومن التحت. مني كيبانوا لي انهم صافي طابوا وتحمروا فكنخرجهم ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الشهيوه ديالنا ديال اليوم، فكتجي اكثر من رائعه وروعه في المذاق. قدمتها مع القليل من البطاطا ومن قطع ديال الدنجال دوائر اللي تاهما حمرتهم في الفران، وسبق لي نزلتهم معكم في القناه. بالنسبه للدجاج ديالنا فكيجي اكثر من رائع، لذيذ بزاف بنين، فصراحة كيستحق انكم تجربوه. شوفوا معايا الشكل ديال القطعة ديال الدجاج ديالنا كيف كتجي، فكتجي روعة لذيذة بزاف بنينة. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وإلا عجبتكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم لانهم هما اللي كيخليوا الفيديو ديالنا يطلع يوصل لاكبر عدد من الناس. وبالنسبة للناس اللي اول مرة كيشوفوا القناة فمرحبا بكم، كنتمنى المحتوى ينال الاعجاب ديالكم. ولا عجبوكم وصفاتي كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا باي جديد كننزلو. وفي الاخير ما بقى لي الا نخليكم في امان الله. بسلام عليكم.